أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم منبر الساحل. موضوعنا لهذا المساء الواقع، واقع الماء في العاصمة الموريتانية، الواقع والآفاق، ما هي مشاكل المواطن في الحصول على عصب الحياة، وما هو رأيكم مشاهدي الكرام عن خدمات الشركة الوطنية للماء؟ أستضيف لهذا القرض السيد عبد الله بن محمد يسلم والددي، مدير التدقيق والتفتيش في الشركة الوطنية للماء. أهلا بك سيدي. شكرا للإستاذ. بإمكانكم مشاهدي الكرام التواصل معي عبر رقم الهاتف 45 24 80 09، وكذلك عن طريق موقع القناة www.sahil.tv، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على فيسبوك facebook.com/sahiltv. أهلا بكم جميعا. لو بدأت معك سيد المدير، نبذة قصيرة عن الشركة منذ انفصالها عن شركة الكهرباء تقديم موجز قبل أن أخذ الاتصال. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الإسلام. الشركة الوطنية للماء مشيت عام 2000 بمرسوم، وبدأت العمل فعليا عام 2003. بدأت ككل شركة جديدة، بدأت بنواقصها بانفصالها عن الصونالك، عن الصونالك. الصونالك كانت تعدل الماء والضوء، والشركة تخصص في الماء اللي كانت خدمة رديئة حتى ومهملة. الماء كان مهمل، ما غدا لحد بشي. ومن عام 2003 بدأت الشركة تعمل. بدأت الشركة أنا ذاك لا نعطي أرقام شوي إياك والله. نعطي الفارق اللي خليك بين 2003 واليوم. وبدت الشركة بإنتاج المياه بمعدل يومي بحوالي 50,000 طن للنهار، وبعدد من الزبناء 30,000 في كل موريتانيا كاملة، أعظمهم في نواكشوط، وبرقم بحجم أعمال ضئيل حتى به اللي قاع الناس كانت خلصة لله ومن الله هو اللي جي. بعد 10 سنين ولا في استثمار، كان ما في استثمار بالأفق إكساع. بعد 10 سنين هذا الحال تغير حتى به اللي اليوم أتيان عندنا 180,000 زبون. 180 جاي من 30,000. جاي من 30,000. لي تسمح لي عندي المعلومة، معايا متصل من الطينطان لأن يشركوه معنا. أهلا بك مشاهد. السلام عليكم. الاسم الكريم. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم أخوي. أحمد الحبيب. أحمد والحبيب، يا مرحبا بك أحمد. متلفة من طينطان. أحمد الحبيب. متلفة من طينطان. الحبيب. يا مرحبا بك أحمد. متلفني من منين؟ نعم. متلفني من منين؟ نعم نعم. أحمد نقص التلفزة شوي وقولوا لي متلفني من منين؟ طيبة. جيد. أحمد شماسي عندكم خدمة الماء إياك إياك متوفر في مدينة طينطان؟ أحمد وجوة الثاني تصل عليك ولا مشكلة العطش هذا في طينطان من تاريخ النكبة ذيك الساعة 2007. واصل واصل واصل. نحن نسقاو بطريقة الري عن طريق السهاري المتنقلة. كانت بداية ديك الفترة كنا نسقاو بسترنات ثلاثة أو أربعة. أباك ثم دايت ناقص إلى آخر الشي بعد الأسبوع الماضي. توقفت عنا السترنة الأخيرة معنا السلطات علم الفيدة كاملة الإدارية وشركة المياه وحتى ولاية الوالي في العيون علم بيها. نحن ما أقدر نحل أسوش ونحن حالنا عطاشة. جيد. أقصى درجة من العطاش الأول والثاني قاعد نتصلوا بيكم السابق يبدأ البرنامج. مرحبا بيك سهل. نعتذروا بعد مفعلة كل حال عادي. قدموا مقدمة لكن عنا خفنا لعدة ما نشهر الاتصال وهي جيد. سؤالك بقى. سؤالك للمدير إن كانت SNDA معنية ب ورانا الناس معنية به جيد. ناس السلطات فعلا أنها تتحمل مسؤوليتها عن فضل
كان فهم سؤال محدد للمدير التدقيق والتفتيش في الشركة الوطنية للماء، كان فهم سؤال محدد تبقي سؤال تطرحه عليه. لا لا ما في سؤال، لا نحن فقط من خلال المنبر ومن خلال وجود المدير نختار نبلغكم عن مسؤوليتنا وعن شدة احتياجنا للماء وحتى عنا ما أجبرنا أي وسيلة سوية شنهي الصهاري توقفت المكان اللي كانوا يرطوها منه الصهاري لطالبنا بأننا نقيسوه بسيارات نحن خاصة ننقل منه البلد المواطنين نسقوهم ولم يتاح لنا هذا. شكرا جزيلا أحمد، لأن أعطوا الفرصة للمدير يجاوب ونقبض متصلين آخرين. شكرا جزيلا. لا يتوفي فكرتك كنت بتبارك معاه تعود تجاوب على السؤال أحمد من مدينة القاهرة. هذا بالله من قد الأرقام، الأرقام اللي جيد وصلت ل 150 الفرق، ومشينا من الإنتاج إنتاج حسب اللي يعود 50 ألف طن اليومي إلى 159 ألف طن للنهار، أغلبيته بين واكشوط على من واكشوط من الماء، ومشينا من حجم أعمال من أقل من مليار إلى 8 مليارات. معناها عنه والاستثمار قاع الاستثمار اللي خالق فيه مفتوح من كل مجال، كل المدن ورق فيها مشروع لصيانة استغلال الماء، ياك الناس تجبر الماء في الربيعنا. واضح. لهنا نفتح قوس ونجاوبوا على السؤال، لماذا مدينة طنطان محرومة من الماء؟ مدينة طنطان ما هي محرومة من الماء، ما هذا ما هو مجادلة ولا شيء. مدينة طنطان اللي يعدلها من 2007 جاي الصهاريج موقفين والشبكة مبارك معها فعلا من الأيام الأخيرة خلق خلل في الصهاريج اللي كانوا مبارك معها يعدلوا ومشات فرقة شعورهم مناها عنهم بشروا عن الصهاريج اللي كان يجيب لهم المفاحياهم كاملين إنه لا يرجع العادة يرجع العادة مملي، ونقول لك رواية عن طنطان بخصوصية وحده به اللي لو عدل والماء يعطالهم مجانا، قالهم مشاهد طالهم مجانا من سيول الأخيرة 2007 2008 الماء يعطالهم مجانا ويخلط خلصهم الدولة لسنده. أنا عنه ما هو مشي ما مقصر في حقهم، تكاليفه على الشركة الوطنية، تكاليفه على الدولة. لا والمياه لا يتعود، المياه لا يتعود تعود مدينة طنطان في عدة أيام. هي المياه المياه موجودة، هي ما هي مشكلة، مشكلة نقل الصهاريج، مشكلة نقل الماء حسب لا تنقله الشبكة ولا ينقله الصهاريج. الصهاريج قال فيهم عطل فيهم ومبارك معهم لا يعدلوا، ومسألة وقت وتوه عادي، مسألة وقت نعرف عن بي الفريق اللي ماشي له عدل مشي. واضح. لا تسمح للمدير، عندنا متصل عالي والمولود من دار النعيم من واكشوط. مرحبا بك سيدة مزارع من أكشور. مرحبا علي، علي ايش حالك ياك لباس؟ انا علو اطار السؤال للمدير. علي حنسالمو انت ايش حالك ياك معافي ياك لباس عليك؟ ذا الانقطاع الاخير اللي خلق في الاسبوع الفايت شو سيتوا معاه انتم دار نعي؟ ياك احنا المزارعين دار نعيم صرنا منه عده مشاكل، كلنا مشرعين وعندنا مشاكل مع الشركه شوي انك طول من ياسر المولي. كيفاش قضيت ان ظلمها اللي تعدى لكم شنو؟ كنا مشرعين بالمهات ويجونا كل وقت مكونترين علينا، وحتى خالق عن انا من نفسي عندي مبلمه على علي نقص التلفزه وتكلم بسرعه، ما لا تمتحني تسمع صوتك في التلفزه. مناسب مني بنماه على علي وخلق فيها خلل فني من علي. للأسف علي يبدو أنه مزارع في مزارع دار النعيم وعندهم مشكلة كذلك رواية في أبو الماو كونترول جي من درا شن هي خصوصية ذو أصحاب المزارع اللي في ضواحي المدينة في تجونين وفي دار النعيم، شن هي علاقتكم بها وشن هو نظام المزارع في دار النعيم في تجونين؟ كانوا بؤر للفساد والفوضى في الماء، وحتى عنهم يطرحوا مشكلة صحية قاع به اللي نين قل الضغط في الماء يرجع المشور الناس ياكل الماء اللي خاسر شور ما يرجع شور الناس. وقبلت الشركة إجراءات صارمة
منذ قريبا بعض وعدت لهم تسيير خاص بهم وعاد عندهم رجاجم منعزل عن المركز ياك يعرف معتهم يسبون ما وعدوا لهم حالتهم ياكلهم يجبر ذاك اللي يجبر ما خسر عليه الطريقة ما خسر عليه طريقة شرعية هو اللي يقول لك هو أبون ما كلهم عدلوا أبون ما وتسعيرة بعد نقاش بينهم والشركة والسلطات الإدارية اللي حاضرة والعمدة اثنين وعدل اتفاق بين نحن وهم بين السندة والمزارعين اللي كانوا هم وهم أصل المشكلة على أخبار سرقة الماء وأخبار الحصول على الماء بطريقة شرعية. من دركانكم راعية البعد الإنساني هم مزارعين ضعاف وعايشين مصدر رزقهم الحرير والمزارعين ضعاف وغير ملي اللي فراط في أخبار استعمال الماء هو يخلوا المرمينة ماشي عقاب الليل هم اللي ما يخلصوه ولا فهم ياسر من روايات ويعدوا فهم وإحنا دخلنا ياك نقصوا من ذاك ياك ملي به الماء مقصود به المناسب ما مقصود بمسارع المعدي نقر المدن وعلى كل حال لكن القرار كامل وعدل فيه وعدل بحضور السلطات الإدارية وعدل معهم حل راه اللي عنه يقدم شي به زمن من هون يتحول الشورى بيكاديسة لين واصلوا مع محاور برنامجنا لين قبل اتصال. نعم السلام عليكم مشاهد مساء الخير. ألو السلام عليكم. زين سيد المدير نرجع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شحالكم يا لباس؟ يدوموا أنتم شحالكم يا لباس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ياك لباس ياك خير. انقصوا التلفزة ياك تتمونكوا. ما شاء الله الحمد لله ياك لباس ياك معاذ. الحمد لله انقصوا التلفزة شوي. ما شاء الله. تقول لي عندي سؤال. تفضل. تقول عندي سؤالين باطل الضيف هين انقصاي وصول الله عندي سؤالين للضيف أولا متى يدوم متى الفنان منين مثلا في سنين هذه خليك جالس من دعطك هو يدور عود علم به وذا شفناهم قبلوا مثلا إجراءات في التيرنات والله في المنقر قديم يسقوا بهم الخط هل الحقيقة القضية ما يشوف أنها الحقيقة نوع من التهاون بالمواطنين والله في المنقر قديم له وسؤالي الثاني الحقيقة نحن قطعون قالوا الناس احنا هاو تابعين بالميناء كانوا قاعدين في القضية قطوا واحدين وقالوا ان كل مادة تجيب ضوء وتطحوا انها لا هي انين يجي الماء لا هي اعطاوا نسواق هنا اليوم اجتماعها وحكمها ان لا هي يجيب الماء دورك يدور عدل خمس ستر والله ستة الفضاء قبوها والماء ما جانا الحقيقة ما ودخلنا ومسوني ضارك عن الفضاء والله عن الماء كانوا قاعدين في القضية دي وهم يوصل من الخرق هنا في يدوموا قبوا منه الفضاء لانهم لا يدوموا يجي الماء كل حد لا يدخلوا وما ما ما رينا واضح يدوموا الله يدوموا يدوموا الله يسلمكم جزاكم الله خير يدوموا حاني شوي ايوا شكرا لا كنت مسول كانك ضرك كانك تارب الفضة والله مسول عن الماء ايوا ما اسمعني بالعودة لقضية يدوموا يبدو متصل من الميناء مسول عن قضيتين قضية انقطاعات الأخيرة اللي كانت هي المحور الموالي اللي خلقت عطب في الشبكة عملية صيانة والقضية الأخرى قضية أنه هو مجموعة من المزارعين في الميناء قالت المشتركة أنهم يعطوا إسهامات مالية مقابل حصول على خدمة التوصيل للشبكة الجديدة أعتقد أنه يقصد أفطوط الساحلي من درك أنك عالم بذل الملف وش نحيدي ملف شو الانقطاعات اللي خلقوا النهارات خالق هو عطب خالق بعد تجربة كانت تعدل الشركة لا بعد قصد منها هو تحسين الخدمة جودة الخدمة مستقبلا وغلب عليه ومن اللي دارت الشركة رافقت هذه الشركة بأسطول من صهاريج وقسم المناطق اللي الميناء بعد ما هي منهم ميناء ما هي منهم من تجنين ودار نعيم به اللي هم اللي شابين من اللي قالوا يدين اللي خلق فيه العطب ودخلت الشركة والمدير العام والوزارة دخلت الناس كاملة مشكلة وفات والمرجع مشكلة وفات ورجع وعاد أحسن قاع من حال اللي وهم اللي عادوا عندنا حلول عليه يخلق مشكلة في المستقبل عندنا جيد قضية دفع المبالغ والشركة فاتحة مراكز وتعمل ناس تعمل بالوصل
وعنده فعلا حمله لتشجيع الناس على الولوج اللي تعود عندها توصيله وتعود عندها المهربينه طريقة شرعية. شرعيه به للمدينه المدينه تكبر ومدينه وعاد الناس وهذا اللي قالوا الرباني العموميه بعدناهم شوي عن بدايه اللي فيهم الشبكه وندوروا الناس كلها كلها رقاش اذا خرب بينا ويقعد عنده ربينتو به اللي اهون اول ما قبلوا الشيء اهون من قد التكليف عليه هو وفيه برنامج وحسب راني حسب قاعد اللي عندي من الاخبار الشركه اللي في الميناء خارج برنامج عنده مشروع فمعاد حكما وافي عاد لحق مرحله توصيله والشبكه الكبيره للخروفات عاد له يوصل للناس وتوه عاد تساؤل يدوم من الميناء يقد يطرح يولد السؤال ان قد عندهم صماصره يتكلموا باسم الشركه ويبرموا صفقات وهميه مع مواطنين بسيطين والله بسطاء ويتكلموا باسمهم ويعودوا ضحيه حي والله شو الشركه فات عده حملات ضدها وسماسره اللي يواقفين قدام المراكز يا غير المشكله اللامه اللي فيها عند زبون فيها ضلع به اللي هذه الطرق الملتويه لا عذر لاحد في جهه نحن في المدن وعندنا تواغط تعاملوا بالشركه وفي مدى كامل وملي رقاش ما حد هم يقدروا يجوه فعلا نحن قسنا فتنا الشرطه وشكينا منهم وبعدناهم عن المراكز يا غير الزبون ملي دائما يلود هذا ياسمهم على كل حال نحن عندنا إدارة كبيرة وفيها إدارة فيها مسؤولين عن النوع من المشاكل نشي من طرح المشكلة فهم شكلية الشكوى ونتابعوه نعرفوا رواية وشي ما أننا راشين عنا نعطوا تعهد الحد ما دخلنا للماء بين اللي عندنا الوسائل وبين اللي عندنا المشاريع اللي موجودة ياك الناس كانت تدخلها الماء نقبض متصل نعم مشاهد السلام عليكم الو السلام مرحبا الاسم الكريم الو معك الاسم اسمك الاسم مشاهد بكار محمد بكار والمحمد متلفن منين بكار متلفني من منين التلفن من ترحيل عندك سؤال للمدير في اخبار الماء ترحيل محمد عندك سؤال نطرحه للمدير في اخبار الماء عندي بقى وين قص التلفزة حق الله شوي سابقوا يا كان يعود كلامنا متواصل لا تم تصنتي من التلفزة تفضل بكا اتفضل الو بسرعه تفضل الوقت تفضل هو جا قضية الطين طال احنا والترحيل هون وخلانا بالعطش تفضل بكار ما زال يقول الطين طال وقضيه يقعد يزرهم قاع ما يخرصوه بعد قاع بكار انتم في الترحيل تشربوا باسم الحيله بشاريتات والله بحنفيه عموميه والله باسم الحيله تشربوا يسموا الناس شاريتات ايوه عندك سؤال محدد والله لا تبقي تشربوا تو سابقه للطينطان اذا ما نقص تلفزتك ما نقدر نتواصلوا بعد قال يسبقون نحن بعد قال الطينطان لا مواطنين بعد من موريتان كامله وهي شركه وطنيه شاكرك بكار ولا نطرح السؤال على السيد المدير ضرب سيد المدير بكار يسوى عليه الاقربون اولى بالمعروف ايوا زين نطرح لي السؤال بكار متلفن من الترحيل وقال معطاش مزت تسقوه للطينطان ولا تسقوه المناطق البعيده من موريتانيا لماذا ما تبدؤوا بسكان العاصمه نواكشوط والاحياء اللي في اطرافها كي ترحيل ترحيل عنده برنامج خاص به وانا من الناس اللي فاتت قد تشرف على البرنامج به اللي الناس كان من همك باخباره به اللي طرحنا فيه 263 خزان هذا هذا راهو للي سعت واحد منه ستة أطنان وعندهم برنامج يومي واقف عليه السلطات الإدارية واقفين عليه الناس كاملة ما يقدر يخطر في شيء ما علم به
وعندنا ذيك كل رقاش ما يقدر ما شاهدته دارين فيها ربعين كبار وفهم صحاريش نحن ويعدلوا دوريات عليهم. ولكن يقول لك مثال السكتير فاهم منه درنا له ونامس منه كنت حاضر له بعد درنا له منه 30 دورية من الصحاريش إليه مليناه كامل كل فعلا مبينه الناس بشكل هو في انتظار الشبكة في انتظار الشبكة خالق اللاذة حلول انتظار الشبكة خالق اللاذة الشبكة مبارك معها مبارك معها متطورة ومن من تعطينا تصور عن مشروع إمداد ترحيل بالماء لا يبصر النور في غضون كم من شهر كم من ما هو من تدشينات نوفمبر هذا هو هو هو, هو ما يعطوا يتخطى 12 شهر بعدين به اللي هم فاتوا خالق السكتور دي ست فاتوا عدلت منهم فيه سكتور دي ست فاتوا عدلت فيه 1200 توصيلة ونحن فهم عندنا مستهدفين 5000 5000 وعندنا مشروع آخر فيها 10000 توصيلة والماء ما هو القال والشبكة قضية وقت فهم شرائك مباركة معاه يا غير قضية الماء ما نقدر نقبل عنها مطروحة بيلي هو برنامج شومي ويعدل وواقفين عليه السلطات الإدارية والناس ما هي ساكتة الناس كاملة نين تخلق مشكلة من يقوم قيمة العيار ونين تخلق مشكلة يعلم بها المدير العام ويقوم كاملين نحن ما يدخل في خلل ما نهى عنه سوت يعود هو بعيد من مركز هذا المنبع ما هو منبع بال كيف هذه اللي فيها الماء اللي هم قلنا لك عن كل بلد طارحين فيها ثنتين خزاني يقول خزاني عندهم برنامج يجي ملاهم ويتلاهم الماء ويقسم الماء للناس كامله بالسعر هم اللي ما يقد واضح. بالعود قبيلة في مقدمة طيتوها عن الشركة انفصالها عن الشركة اللي كانت معاها اللي هي الكهرباء واللي بدأتوا به من الزبناء واللي بدأتوا به من طاقتكم في استغلال الماء ضرك فهم تساؤل ينطرح في نواكشوط لماذا نواكشوط أصبح ثلاث ولايات عندنا 9 مقاطعات كل مقاطعة تقريبا فهم أحياء منها نشأت حديثا وطرات لي له سنة سنتين محرومة إلى الآن من, 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 من التوصيلة الطبيعية من الشركة من دراشين السياسة التوزيع عندكم وعلى أي معيار تقوموا ماشيين وتقيسوا حي معين اطراف اي زر من واكشوط وتعدلوا له برانش ما وتعدلوا له ريزو شو انا قاعد اقول لك من سنة ذهني ما قد سمعت برنامج للشبكة تعدل السابق هذا المشاريع اللي اخيرا اللي كان يجي متطوع يعدل امتداد قالوا هم يعدل امتداد هم وجي الناس هو المواطن من نفسه هو المواطن هذا هو اللي نعرف وصله وجي المواطن ويعدوا عليه توصيله كاملين تقتل ويعود عندما ما تلخ ما تقدر ينفع هذا ونواكشوط تتعرف بسمحي تمدد وسمحي ما شاء الله انه نحن دوله ناميه والطلب دوله ناميه فيها الاقتصاد يقولوا دوله ناميه فيها الاقتصاد يقولوا عند العرض أكثر العرض هو اللي يجلب طلب طلب لا باش زت رواية باش طلب متاع هو العادي ما حدا مد فيها نمو نسبة نمو 6-7% بدون قاعة بدون حتى حكم النصف سكان معناها عنه الشبكة الشبكة ما قد خلقت سابق هذا اللي ضرق قد خلق شيء ثمانينات ولا لا يا غير الشبكة بصنف لنا حديث ما هو خلق لا شيء امتداد الشبكة بدون معايير فنية ويعود لك قطر 63 يدور عليها الفدار هذا ما يصح يدور يعطشوا كاملين طبيعي يغل هذا البرنامج المعدل اللي يغطي مدينة نواكشوط أنا ما لك قبلت يا عن عن عن, عن عدد عددنا فيه 70,000 80,000 نواكشوط نحن نحتسب عنا نمشوا ل 150,000 مية ضرك غير 50,000 في نواكشوط ما نعلم في نواكشوط هذا كامل أحياء وكامل راهي الراقية والضعيف والكامل اللي جايينها مغطيها الشبكة شبكة جديدة ما لا يبقى حتى نقول لك دار النعيم وتيارت دار النعيم وتيارت عندك 30 اللي تعدل 17 و 16 في البلاد ما نهى عن هذا ضغط هائل ضغط قياسي تميتوا مشكلة ما هي مشكلة الماء الماء موجود نحن من نهاية أفطوط موجود عندنا الكمية غير توزيع هو طرح المشكلة إذا هو السؤال قبل أنت مثلا نظرك نعطيك مثال في الوقت اللي نتكلموا فيه ضارك فهم أحياء عاقب التخطيط العمراني اللي خلق المدينة نواكشوط نعاد فهم مدينة موازية للمدينة الأم اللي هي نواكشوط اللي هو الترحيل يمتد من عند الرياض ماشي شرقا إلى تجونين إذا الترحيل كامل من درايا كان سياسكم توما
محددين وقت محدد ديتوا في التوصيل وتعودوا تقيسوا الأحياء القديمة اللي ضعيف فيها الماء والله توصيلتها قديمة ولا فاتعات على الشبكة أفضل الساحل. شو الترحيل فصل وعند به اللي عنده خصوصية وحده حالة خاصة به لا يتعدل الشبكة قاسة بيوتنا وديار. نحن نظرت في الترحيل عندنا قيس كده قبيات إياها 5000 و10000 يا غير قاعد ما فات بتنا معناها عنه حالة خاصة عنده لاهي تغطية خاصة معدلاله متين الأخرى تفرغ زينة لكسر كامل عنده مشاريع قيدة فيه وعات فعلا فهمت آخر شوي به اللي المجال الحضري ثقيلة فيه الشغلة عنده جرافات وعنده دوتات وعنده الطريق تنقطع الطريق تنقطع وقدروه يخسر كامل هذا كامل مقيوم عليه يا غير محدد مليوء فهم عقود مع الشرائك داروا فوده في 12 شهر جيد خالق مشكلة في قضية ذلك لين دخلوا محور أسعار الماء طالب المخرج ساموري يطلع وسائل التواصل مع المشاهدين قضية أسعار الماء ذهنية المواطن الموريتاني البسيط أن الماء رخيص لذلك يستعمل بإسراف يقول تمر أن يتفاجئ بفكتير فاتورة تضاهي فواتير الكهرباء التي عادة ما تكون كبيرة ويكتشف المواطن عقب بحث وتدقيق ان فهم تسرب اما في مواصلات داخل المنزل وان فهم تيوي يقولوا له سايدة من درى شنو تعامل الشركة مع قضية اسعار المياه وعلى اي معيار يعود تم سعر اجتماعي اللي هو ذا الرخيص الى سعر تجاري ومن درى كان سعر المياه في حي راقي في نواكشوطي كان نفسه في حي عشوائي والله حي في الضواحي شوف تعريف المياه تعريفها الاسعار اسعار الماء مرسوم مقرر وزاري ومساوي فيها الغني والفقير ومساوي فيها النعمه والنواكشوط وهال بدات كامله فيه مسدد لا تغيروه لا ما تغيروه ولا مسوه لا مسوه وتدريجي كان ماشي معاه عن ترشيد الماء وبوس الناس عن ترشيد الماء وعن تقلل منه توجه حكومي أصلا هذا الحالة هو عنك أيوة الغريب في الرواية عنه ملي هذا السعر الاجتماعي منه عنه يتشبرون الناس كاملة الغني والفاقي الناس كاملة واحد فيه سواسي فيه عندك العشرة كل زمون عنده 10 طنان للشهر الأول بالفوقي الفومي توي السعر التشجيع الفوقية العشرة مالية احتسب عن ستارنا ما 15 ألف والله 12 ألف هو عشرتنا بالفومية وشوي هاي الأولى إني يتخطى الشهر العشرة 20 الأخرى يطلع شهر 283 ومن فهم شهر 169 يا غير بعد الناس كاملة نحن هاي الشريحة الأولى اللي قلنا عنها من صفر إلى عشرة حاضرة فيها موريتانيا كامل وتمثل ربع حجم الأعمال اللي عندنا شيف دافال عندنا حجمه معناها الناس كاملة حاضرة فيه وخارجين باريكواسيون قال عندنا السعر موحد موريتانيا كامل هذا هو موحد السعر يتخطى المواطن يتخطى 10 الأولى في الشهر الأول تطلع له من عند 10 إلى 30 يعود 283 ومن فوق ذاك هذا في الناس اللي عندهم توصيلة وعندهم عن مشترك طبعا على كل حال الناس اللي عندهم يجيبوا الماء من عند السيترنات والله يشيهم الماء من عند كيت الترحيل وين يباع لهم بقل من ذاك به اللي سعر الاجتماعي اللي 91 وقية والدولة تلعب في دور متوالية أعباء الدولة متوالية كان في استثمار كان معدلته هي ونحن على قد نحن الشركة الوطنية للماء تحصيل الفكاتير وكان هو اللي واضح نجي مواطن المركز الاستغلال واضح نجي مواطن مركز من مراكز الشركة ويلاحظ الموظف في الشركة إن مثلاً ذي الفاترة فيها 300 ألف وقية. مدرى شنو تعاملكم مع رجع شوية على الأخبار مشكلة جاية من هالشيء. نقبل التلفون دقيقة اسمح لي برنامج تفاعلي تفضل السيد المشاهد الكريم السلام عليكم ألو السلام الاسم الكريم ألو الاسم الو نصنت لك تكلم الو سامع اخوي الو السلام عليكم الو السلام صغير في بيتي يا اخي ما شاء الله الحمد لله الاسم الكريم يا صح يا ابراهيم اسمكم اخوي
حنين شوي. حنين شوي. أعطيني اسمك من فضلك إياك نشد الأخبار. اسمكم الاسم الكريم. قلت له سمعي. أنتم اسمكم بعد. طيب نتعرفوا. قاعد فوق زيرة. أو تفضل بالسؤال. قال لي بدي. بدي مرحبا بيك بدي. بدي انت تفضل. نحن فينا واحد نقع يوقع ما يشربوا قاع. وسؤالك السؤال شنو اللي تطرح للمدير؟ لا بي بعض من يقول لك توزيع المو توزيع المياه وش نحن قاعد يوقع ما نشربوا قاع. هو قال ان الترحيل انها حالة خاصة. هو اللي يقول لك يا سو تمو بدي هم مالي قاع قاعدوا للناس يقول لهم قد يا عياو لا نعود هم جد. بدي عندك سؤال محدد اللي انت رجع للكلام الكلام اي واضحه اي ودعتك المليانوتو بدي كيف شي قاعد على راس زيره قالوا في الترحيل ولا هم تمونك من قضيه التوزيع اضروا شك انكم قلتوا ان الترحيل كاملين انهم واصلتهم التوصيله هو نحن ما نقدر نطرحوا كل عند حد نطرحوا عنده خزان نطرحوا خزان جماعي تسيير جماعي سيروا حي حد منه الحي يسيروا وعنده طلب يزود له كل طلب اللي يجي في رغيشي انا عنه ما فات وما انا ما قلت عن كل ما عنده ربينا قلت عن المشروع اللي قادم عنه معدل فما 15 توصيله لا يتعدل ولا كيف تكسبتر دي سديت لك عنا بتعدلنا 1200 لا هو ما اسمع الفكره انا عنا معناها غير البرنامج بعد اللي معتمد ويعدل صفة جيدة والناس متعارفة الناس كانوا متعارفين تقدم في الأعمال قضية تعامل الشركة مع مواطن أخبار نرجع شوي لأخبار الفكاتير والله اللي هي قاعدة اللي خالق عامل أنا قلت لك بيلاتي عن الموقع الماء موجود بصفة من هون إلى 220 ألف طن للنهار لنواكشة بوحده هذا كان عامله 100 ألف طن عند بيكادي ستها عندنا هي غير مشكلة مشكلة قلت عنه في نقل وتوزيع هو نحن قلنا عنه بده الشبكة كان معناها عن الشبكة خاسة أول هذا أول الشبكة معناها خاسة منطقيا شبكة خاسة يا توجدت كان معناها خاسة ونحن قابلين عننا خسروا الفاقد المائي هذا قال له نفقت ذاك 40% كنا رانا بشيء أفطول أنا اللي بردودية كانت 37 كنا نخسره 63% نخسرها من الماء تمشي سبب تهالك الشبكة ما هنا حولك ضرك تدخل والمقابط سيان المقيوم بها عندنا 59 كنا اللي له عام كنا 43 46 معناها عنه هذه واحدة ثاني رداءة القنوات اللي داخلية عند المنازل والخزانات اللي عندهم كلهم مشهور وصاب في البحيرة قاع ونحن عدنا حملات توعية وقلنا لهم عن الناس أنا يرت السلعة تنباع وتخلص يقدعوا ما هو واعر والدولة قايمة بحملات خبرها كاملة غير يخلص ولا بد من رجاج يعرف عنه عنده فاتورة لا فاتورة يخلص كيف تضو كيف تكام كيف تقصوا على ليش أحد الوتو كامل وعدنا حملات توعية دور الناس تفيق لو تخرص ما تخسر الماء كلهم خلي بالك مفتوحه للبحيره انا نقول لك ذبي باشرته يجينا الناس والناس كلها ما قاعدين 200 الف ونحن نعرف عنه رقاش مواطن طبيعي ما خسر ما خسر ما فكرته ما يتخطى السلام يسوى استهلاكه قلنا لك عنه احنا 10 طنان نبيعوها بالفوقيه بالشهر الاول انت لا 3000 هي اللي فاتوره العاديه يا غير هذا كامل معدله رداءة القنوات الداخليه والخزانات الداخليه كلها مفتوحه تو فاتح ربيته ماشي ولا يفهم حد له سؤال تعاملكم انتم في الشركه من درك هذا البعد لا شيء نحن معدلين علاج هذا في الشركه معدلين عدنا من 2010 جاي له وعندنا كل اللي نجينا حد نعتوله اولا وقبل كل شيء يعني هو بالظالم اولا نمشوا به نعتلوا عنه فيقوع على خطأ ونقول له عنه احنا هذا لان نعدلوا فيه تنازلات لان يعدل هو يعدل هو معدل المقابل يعدل هو شبكة داخلية ويعود استهلاكه عادي ما حدنا استهلاكه عادي احنا ما كم دخل بنا باللي ما لا يعود كيل زين طين بهلوتو معناها عنه معدين معتبه نقول له نعم انت هذا هو الواقع لك ما رجع لك 200 الهوية هاي 200 الهوية لان عدلوها بتسعيرها منخفضة لين تعدل خزانة
وتعدل قنواتك الداخلية وتمرق عليك فاكتيرة نعرف ونحن عنها طبيعية. هذا مفتوح للمجال وفم سيرفيس بارت متلاكم عليه كامل يعدلها وكل مركز مولي الشكاوي يشوف فم شكلية للنوع من الأدوات في ذي النقطة. قضية الأسعار من درى يكان الشركة الوطنية للماء يكانها متوالية باستغلال وبيع الماء على مستوى جميع المقاطعات على مستوى التراب الوطني. ذكرها لي بسؤال ما تخصر شوية على عدد بداية الشركة كانت كم توطي بداية الشركة كنا عندنا 10 مدن اليوم تياها عندنا 58 مدينة غير مقاطعة شفية مقاطعة شفية 58 معناكم 58 مركز لا 58 مركز و 46 مدينة هذا هو 46 مدينة احنا 46 مدينة مغطينها كاملة تشمل ولايات كاملة ولايات كاملة ما خلق ولاية ما عنده فيها عندي بعض الأرقام الحوض الشرقي فيها مراكز الترزة فيها ستة معنى ان القانون المشي للشركة معنى انت تاخذ في مجال الحضري وشوف الحضري لان عندنا قطاعات نحن في مرسوم عندنا في الحضري الحضري يا غير لا وهذا ترى في الموريتانيا تنمى وتتوسع وتكبر جيد وطلب عندي مشاهد انا قبل نعود نواصلوا في بقيه محاور الحلقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا الاسم الكريم. الاسم عليكم السلام. الاسم الاسم الكريم. معك مشاهد من قال فاضل يسالك. مرحبا بك فاضل. مرحبا بك فاضل يسالك. سؤالكم شنو؟ السؤال سؤالنا في الحقيقة هم احنا تجنين وتجنين عطشانة حتى والله شاهدوا تعطش كبير حتى تجنين وهذه الخزانات اللي يقول لهم يسقوا بالعين المجردة والله خالية تماما اغلبها ما في شيء فوت ما في مياه. انتم في اي حي؟ اللي مشرفين عليها يبيعوه قاع فضيلي فضيلي ما هم سكان الحي فضيلي انتم في اي حي من تجنين؟ في حي من تجنين نعرف المشكله منين خالقه. في حي من احياء تجنين؟ لا احنا احنا تقريبا في سكتر واحد من الملاح. ايوا جاي جاي سكتر واحد ما هو دائما سكتر واحد. ايوا زين المنطقه اللي عاجبه حي وضرك مع الماء حتى ترجع مع فضيلي فضيلي ضرك فضيلي فضيلي شوي عقب الانقطاعات اللي كانت في الاسبوع الفايت الماء ما رجع لكم في سكتر عام في ملح ضعيف زين وطريقنا خارجه وكان تشرب اليوم العربات اللي قاعد هي نفس الطريق ما المؤهل اللي قاعد اصلا اللي قاعد يمشي قبال شكرا مهم عن حياته والله شيء قلت لك هيك توصل الكهربائيه. شاكرك فضيلي لان طرح سؤال قضيه عطش سكتر ان في ملاح للسيد المدير. المشاهد فضيلي متلفن من سكتر ان كيت ما سمعته وقال ان عاقب لصلاح ان المجا ضعيف والله انه ضعيف والله من درا كان فهم فنيا عالمي انتم في الشركه انك منطقه انها عطشان. نحن نعرف لا عنه سكتر هو قاعد قريب سكتر ما يعود معناه فيه معناه ان الناس كامله اللي وراه يدخل به العطش ما هو الواقع سكتر ده وسكتر فما شيء ولا كل حال نحن عندنا رقم اللي هو لعله يخلق فيه يقدر يعود يخلق فيه عطل دونه هو والله شيء يقدر يعود شيء لكوا بونكتير ويعلم به ويعدل عندنا رقم 8015 ورقم رقم اخضر يسجل كريدي ولا ما لا 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 ما يسجل كريدي ما يسجل كريدي لا 8015 هذه تدل عليه ودور
يدور ان شاء الله يجي حد يعرف به اللي ما هو معقول. ما معقول سيكتور ان ما منطقي ما منطقي ان يعود فيه وقال حتى وفيه ما منطق به اللي يعود ما في معنى على الاخر ما في المكان ولا ما يصح راجل فضيلي لا يقعد يعود عطب فحلاه والله على كل حال هو الماء انطلس بضخ جوده عاليه من 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 المضخات الكبار اللي فهم ولا في مشكله فهم حاسم هذا به وهذا على كل حال يدور لا يعدم به هنا زين راجل المشاهد فضيلي يعود يسمع جواب السيد المدير والرقم الأخضر اللي عند الشركة يقدر يتصلوا به أي مواطن على عموم التراب الوطني يعلم مشكلته وكان يجبر له الحل 8015 بالعودة للمشاهدين ألو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الاسم الكريم الاسم مساء الخير الاسم ألو مرحبا بك سامعك سامعك معك محمد المويريز من دار نعيم مرحبا بك محمد المزارعين ايه وخيرة المزارعين مرحبا عندنا قضية سرينجال تعطل الفكتيرة لاك شو بس طلنا لاك شوي الفكتيرة تخسر شوية ظهر فيها خلال تجي الشركة تقول لنا نحن الكونتينر حاول ما يتوريسها زين احنا نتحمل محمد مسؤوليته وتطرح علينا ضريبة أكثر من الاستلاف في الشهر الماضي محمد نعم اياك نتأكد اني فهمت سؤالك كونتينر اللي عندك تخسر بدا نعم كونتينر تخسر ولين تخسر تجي الشركة وتقولكم انتم مسؤولين عنها حق نحن مسؤولين عنها وتقوم علينا شيء أكثر من ضريبة جيد أيوة شكرا جزيلا لين أطرح السؤال يجاوب عليه سمعته ما هي القاعدة الأساسية في الرواية عن نحن الفاصل بين نحن والزبون اللي بين العقد بينه معدل الكونتير والكونتير ما تروح عنده هو نحن ما هي ما تروح عنده هو تحت رقابته تحت رقابته لكن اللي فيها يالتو يعرف عنه يستهلكه والله توقفت يجي يعلم به يقول هذه توقفت ويسجل طلبوا عنه راهو جاب كذا وتوقفت ودور ما له يجبر ما هوش صالح يغير عنه هو يوقف والله توقف ولا يعلم بها عندنا لا نقبضوا الفكتيرة اللي عاق باله ما ينزيدوا عليه يقبضوا الفكتيرة وقع ما عندنا احنا عدد الستم نفسه بنفسه واحد يبال الفكتيرة اللي عاق باله ويديرها عليه مبين ما تنحل مشكلته ما فهم بعد الشيء عن رقاش يدير شيء بقدمه والله يقول لك هذا مفهوم عند ياسم الناس عن الناس يستيموا هذا يقول قدر منها لا هو تقدير على حسب معايير فنية ما لا دخل لنا احنا فيهم قاع من دركان فني اللي ماشي عند الشركة لين ما يجبر لين يجبر كونتيرا ما يفبله كان من حقه القانوني والمهني إنه يقدر كونتير تمدة ما يفهم والله مؤسسة ما يفهم والله مصنع ما يفهم شو هو تقدير كنت قلت لك ضرب عملية أوتوماتيك ما هي تعدلها منظومة الفوترة اللي في الشركة زين أنا ساكن في حي وكنت استهلك 20 طن وخسرت كونتيرتي لا يقول لا تقول الماكينة السيستم لا يقول هذا كان يكونسومي 20 طن ولا يديروا لي 20 طن ما قدرنا نشبروا لك الرواية لا يقول الحي كامل كان يكونسومي ما عدلوا شنو هذا يعدلوا غير خارج شيء قالوا بيناليتي جزائي رواية جزائي صح لكن نشبروا حد في حالة اختلاس ولا في حالة مشكلة مع الشركة فعلا ديروا فهم مسطرة المزارع عنده كذا وكذا والمزارعين قاع هو المزارعين عندهم حالة خاصة بهم اللي عندهم بهم عندهم واحدين يتكلموا بسهم ما هو رقاش منهم هم وشو الشركة وعدت معهم جاسم اجتماعات مع قاع حتى عن دخلوا الأمور دخلوا فيهم السلطات الإدارية جمعنا معهم عدوا معهم شين بدون نتفاهم نحن وهم عليهم واضح وده هو اللي قد يصلح به هذا في التقبيلة قلتوا في أخبار المزارع الأول تلفن من دار نعيم راجلني عود المشاهد محمد والمويلي تسمع ذا لنقيسوا محور قبل الأخير قضية تسرب المياه في الشارع من الملاحظ أن دائما أعمال الصيانة تعدل شركتكم يرافقها إما انسداد في انسيابية حركة المرور والله قطع الشبكة للاتصالات والله للكهرباء أحيانا وعادة يبقى مخلفات مائية والله تسربات واضحة على الشارع عمومي من رأيك هذا من ضعف فنيكم أنتوما والله من ضعف الطريقة اللي كانت تفهم سابقكم ذي النقطة شو تقولوا الأخبار والله أنا كنت قلت لك بيا عنه لهن جدوا الشبكة كاملة معناها عن الشبكة
ما هي نافع. ايوه انت عندك قوه ضغط انتين شو نحن هذاك الماء جايين جايين باحدث احدث بومبات هاو احدث مضخات والماء جاي لانابيب ما هم نافعين. نحن عالجون عالجون فهم فريقه يشتغل لنا ها لنابيب يذول اللي جاي من أقوى الصح ويذول اللي كان أصلا لنابيب أمو كان خارج لا لنابيب أصلا أهل أخر ما فاتوا عمل منه شيء معناها عنه لا يتم ولا يخسروا ويعدلوا مبين معاه تصلح الشبكة جديدة عود كامل عدت شبكة جديدة ونحن نحن أيوة ملي فهم الأعمال ملي الجارية لما نحن الأعمال الجارية نحن نعرف الضرر اللي عندنا اللي قدروها نعرف الضرر اللي عندنا من الأعمال اللي في دشرة وهذا عادي قانونيا تعدلون انتم ولا تعلموا الشركة صيانه الطرق وتعدل اذا نحن شي خسرناه خلص ما جينا في كثير عنه خلصوا من المؤسسه اللي ضرت على كل حال غير هذا العمل ممشي ما معد الرقم اللي صالح لهذا اللي هو 3015 تلفن اي حد تلفن اي حد شي فريق ذاك الوقت فنت كات وش يعدل ذاك الامبوي يخسروا يلا نعرفوا عن الضغط في النهار يقل ونيم تام في الليل يطرطق ياسر من الروايات الناس قاعد يقول وتصبح مرديه سعيده على كل حال هو عمل دائم مستمر تم لا فيه لي لا هنا قبضوا مشاهد مساء الخير السلام عليكم السلام عليكم مرحبا الاسم الكريم مرحبا الاسم وعليكم السلام ورحمة الله اسمكم خوي وعليكم السلام محمد محمود تفضل سؤالك شنو محمد محمود سؤالكم تفضل السؤال يا مرحبا ما شاء الله عندي سؤال والله من المدير تفضل السؤال الاول ان احنا هذا بدي نقول كوسوفو زي مسرحيه كوسوفو تابع على الرياض لا تروا وقفت الساعه قالوا عم من نجيب الصولد ونعبونه عنده ب 5000 روبيه والله يجينا الماء وفعلا يجينا ان شاء الله الماء مولي نجي نخلص 5000 اخرى هي 10000 وعدلناها نحن وشفنا سياسه الناس وقطع عنا الترحيل اللي زرنا شفنا مولينا جا ولا باين نيك نتيجة عدلنا الساعة ونصور مولي عن الشوات الساعة اللي كانوا يداروهم بدو عند كلام عند الرياض ماشي لين ملح لين الترحيل كانوا الشوات هم مولي جايسين إن شاء الله والله ما عملنا قاع خاص خاصيته واضح والسؤال الثالث هم اللي انقطاع المياه الخدمات هي دائما تكرر ناتج عنا كانوا عن هذه والله شنو هو لذلك هم اللي تأوي عند إحنا الساعة كانوا ياس ما هو أقربنا على الشيء ما هو خارج اللي إحنا رجعنا ترحيل جاء فعلا ذلو كم ترحيل مولينا هالحين محمد أحمود محمود عجل شوي كنت نسول ذا كامل له كم هو قال إنه في حي قال له كوسوفو تابع للرياض مقطع طاو 5000 يكانوا المركز للشركة ما نعرف يكانوا الصماصرة اللي تحذرتونهم ما نعرف وإنهم مازالوا يعطوا 5 في حالة المجد ودخل وإنه شاف تيوات ماشيين قدهم من درا كانوا مو تيوات جايسين ذا الحي والله ما هو هو كنت قلت لك بويل عن في مشاريع ماشي نواكشوط كامل مغطيت نواكشوط كامل فيها كوسوفو وفيها ترحيل وفي كل بلدة والبرنامج المعدل هذه 5000 تشجيعي هو يافته هو 70000 هو 70000 مخفضة هو 70000 ما هو برنامج 70000 برضه معدلناه ب 10000 5000 ياك نعتوا عن رجاش عينه في الوائل أبدا نعطى عنها شوي ياك نعت عنه رضاه ترجمه ياك 5000 ينين يوفى 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 ياك يفتح له الماء وبرنامج ماشي وصالح معناه لا يعجل عندهم اللي الأخبار يقد يجي المركز يسولوا عن الوائل مركز الرياض في الإدارة مركز الرياض يجي الإدارة يعطي الخبر كامل نيالته واضح عند أحمود لا أحد يبرد أخلاقه عليه 5000 ما جاي إن شاء الله ودور يجيكم مشاهد أخر السلام عليكم ألو مساء الخير مشاهد ألو نعم إيش حالكم ياك لباس أيوة السلام الاسم الكريم الو لا يتابعوا يبدو ما هم انتبه والله عندهم مشكله قضيه تسربات قلت لكم تعدلوا اعمال صيانه وتتكلفوا باي ضرر الحق مؤسسه والله بشارع عمومي والله جيد
قضية منذرة سياسة الشركة الوطنية للماء اتجاه توسيع مدارك المواطن لترشيد الماء وصيانته كثروة قومية والأجيال القادمة شم عدلين توم بشكل تحسيسي من درا كان فهم إدارتكم الإعلامية إن وجدت والله مصلحتكم الإعلامية أنها عندها نشوفه مثلا زمن الخريف يحذر المواطن من تماس كهربائي بسبب ماء نشوفه المجال الرعوي يحذر من الحرائق من درا أنتم في المياه لماذا غايب الجانب التوعوي والتحسيسي بأهمية الماء وبأهمية صيانته؟ نحن عندنا إدارة خاصة بالإعلام والتوعية والأخبار وعدلنا فتنا سكتشات على أخبار على كليبات على أخبار ترشيد الماء وأخبار أخبار مشاكل اللي كاملة يقدروا يضروا المواطن خاصة هذا خلط الماء مع المياه القذرة وهذا عدلنا به برنامج عندنا ببرنامج نحذروا منه به اللي نحن نحتسب والناس كانت هو الشبكة الانبوب رافد المؤهل ياسر للناس ومسؤولية جماعية مسؤولي نحن كان مسؤولي يعني شو واحد يعطي من دخل عليه أي ضرر يعرفوا عنه ضرر يقدر حق بينا صح وانت دائما تجبر تي ومتخطي فونس ولا متخطي رواية مجاري تمام ويتخلط معها كامل نحن يعطي الناس نحن معدين قلت لك عنه حملة في مخاطف التلفزة الوطنية وطنية تلفزة الموريتانية الرسمية ونحذروا من هذه المخاطر اللي يقدروا يجنب عنهم لا قدر الله شي من أمراض وشي من وترشيد الماء للماء وعلى أخبار ترى حتى عنا دخلنا عنا بين المشكلة طرحت بيت توعوا المواطن أنه يعرف شي القنوات الداخلية المنزل جيد لينا نرجع لقضية العطش في موريتانيا درك كنا شادين ذا أخبار مشاكل مواكشول ما عند الترحيل كوسوفو في جولاتي كصحفي في داخل موريتانيا لاحظت غياب شديد في ذلك قال وفرة المياه من درا شنو هي سياسة الدولة في التعامل مع معادلة التقري الفوضوي ونظرة الماء من درا كان فهم سياسة رسمية معدلة إياك الماء يعود مات لعملة نادرة في الولايات ولماذا موريتانيا عندنا مخزون مائي كبير وفي نفس الوقت اللي عندنا شح في ذلك العنصر اللي نحن ما بتنستغلينه شي منه شوف أنا قلت بيلا عن انتشارك 153 ألف طن للنهار غالبيتها في نواكشور نحن غالبيتها الأخر بين المياه السطحية والمياه الجوية المياه السطحية والمياه الجوية وتوجه الأشهر المياه الجوية بعض السطحية بهاللي ياك باطي محافظة على البيئة ومحافظة على كامل اليوم ضرك في مشاريع عملاقة في جميع موريتانيا أنا ماني حذر من الشوه عندك الحوض الشرقي والحوض الغربي وحتى عن شي من العصابة لا يشرب من بحارة أظهر مشروع عندكم أمال كبار علي مشروع عملاق وعندك أفطوط الشرقي أنبود المياه السطحية اللي في بحارة مقليته لا يشرب منه مش من الخلط ما يوفر وعندك نواكشوط وعندك فيه الأعمال كل نهار يشرب بول انوار وطار ما خالق وقري جداي للشنر اخبار قري ما خالق هذه المنطقه في نواكشو ما موريتاني ما فيها هذا مشروع ياكاش ياك لشؤل الماء الوقت للاسف شاكرك جزيل الشكر سيد عبد الله المحمد يسلم الددي مدير التدقيق والتفتيش في الشركه الوطنيه للماء شكرا جزيلا على قبول الاستضافه وعلى المعلومات القيمه شكر موصول لكم مشاهدي الكرام ولطاقم الفني الذي أشرف معي على إنجاز هذه الحلقة دمتم في أمان الله وتصبحون على خير.